يسعد مساكم يا رب. طبعا بالنسبة لطريقتي الخاصة في التخلص من زفرة الدجاج، راح أجيب العدس البرتقالي، بعد كذا أطحنه بالمطحنة عادي، وبعد كذا أعبيه. طبعا أنا أحب أسوي كمية يعني وأخليها عندي. بعد كذا أغسل الدجاج عادي بموية نظيفة وأنظفه، بعد كذا أحط عليه موية نظيفة وأحط عليه ملعقتين من مطحون العدس، أحرك الدجاج شوي، وبعدين على طول أستخدم الدجاج، أطلع من الموية هذه على القدر مباشرة، يعني ما أغسله من موية العدس، تمام؟ أطلع طبعا على القدر، وأكون مجهزة قبل بصلة كبيرة طبعا مفرومة، أحط معها شوي إكليل الجبل، بعد كذا أحط عليها قطعة دجاج طبعا بعد ما تتشقر، وأبدأ أحرك قطعة الدجاج إلى ما تتغير لونها تماما. بعد كذا لو حبيت أنزل بالبهارات أنزل عليها أقلبها دقيقتين، بعدين أنزل بالموية المغلية. طبعا هذا هو إكليل الجبل، رائع جدا، الطريقة كلها ممتازة.